صباح الخير، صباح النور. وش رايكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكون صحتكم واحوالكم بالف الف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي نهار جديد. اول حاجه نقول لكم هذا العام ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله يكون عام خير. ربي يدوم لكم، اهم حاجه صحتكم، هذه اهم حاجه في الدنيا. ربي يحفظ لكم احبابكم ان شاء الله يا ربي. اليوم انا نايضه، عندي طاقه. امبارح كان اول يوم العام، 1 جانفي. المهم انا تنقيت الدار كامله، بصح استرحت اليوم. نايضه عندي نشاط، ولا اهم حاجه من الحوايج اللي عندهم اهميه عندي اني نوض، لازمني نلقى الدار نقيه. الحمد لله اليوم نط، بعثت لولادي يقراو. غير خملت هكا حاجه خفيفه، شوف راهي عندي واحد الراحه، شوف فتحت التواقي هويت الدنيا، راه كلش نقي. شمره الاولاد على جال كي مزالت ما جاتش الشمره تاعنا، تسمى راهي شويه مخلطه، لازمني نلم لها القش، فيها القش، لازم نلم القش. ان شاء الله يا ربي توجد لي، انه قال لي شهر، مي تقريبا راه عباكم كون جات في الشتاء، كون جات في الصيف ثم تنشف. مي كي عاد في الشتاء صعيبه شويه البرد، ما تنشفليش، ما تنشفش ثم كي بنترها. سما ان شاء الله باك توجد في اقرب وقت ان شاء الله، ونجيبوها باش هكذا نتهنى. خلاص لكم مرايتي جديده، شريت مرايه، شوف حطيتها هنا حتى نشوف لا بلاصه وين نحطها. فدوكا لبست حوايجي، نيحه للسوق، نريح ونحكي معاكم. وليت نحب اني نروح السوق الصباح، لانه كما تعرفوا اللي متبعيني زمان، كنت نروح للسوق الصباح مع جوزتي 7 8، كانوا ولادي صغار، كنت نحب نروح. من بعد من نهار وليت نروح للدزاير، شغل نسيت ملي وليت نروح غير في الليل، هذا ما كان. بصح اخر مره رحت الصباح، عباكم حاجه واحده اخرى، حاجه واحده اخرى. السوق في النهار احسن، يزيدوا يجيبوا سلعه واحده اخرى جديده، يزيدوا يفرشوا في الارض. هذوك اللي يبيعوا الفرماج، يبيعوا الحوت، يبيعوا كلش، عباكم تلقاو حاجه واحده اخرى. خلاص قررت اني مازلتش نروح في الليل، فقط في النهار، هذا ما كان، مازلتش نروح في الليل خلاص. وثاني حاجه تكون الخضره ارخص من الليل، الليل تكون شوي طالعه، بصح في النهار يوليو ينقصوا في الاسعار. خلاص فاني رايحه دوكا نروح كش ما نقضي لي شويه حوايج معايا ان شاء الله. نروح نقضي واش هو خاصني، نجيب شوي حوايج، كاين اللي عندي وكاين اللي ما عنديش. نجيب اهم حاجه الفاكهه اصلا، كل سوق لازم نروح نجيب لي اها تكمل عندي، مد الاولاد ياكلوا الاولاد، وثاني يديو معاهم لاكريش صباح كي يروحوا، ما تكمل لي الفاكهه. نجيب فاكهه ونجيب شويه حوايج خاصيني، وحب نروح هكا نتشمس شويه مع الصباح ونشوف واش حاجه. شوفوا انا شعلت قران اصلا، مين نوض لازمني نشعل القران، هو الاول. ها هي البنات المرايه اللي كنت جبتها، المهم اني حطتها هنايا ونشوفوا. انا اصلا من قبل كنت حابه نجيب مرايه، لقيت هذا الستيل هذا عجبني، هيا وليت جبته. ها هي بس هاد لاغوب برك، نحب نروح بحاجه هكا خفيفه، غير نلبس هكا حاجه خفيفه، لانه السوق هنا قريب لينا ماشي بعيد. فنروح ونخرج ونقضي واش خاوه خاصنا، ونولي ونروحوا للدار.
وهنا البنات كيما شفتوا رحنا قضينا كملنا هنا دخلت لهذا المحل يبيع كل حاجه من برا. المهم عباكم تصدمت لقيت الشيكوله تاعنا ماكسون ولقيت عنده شيكوله واحده اخرى ثاني يا ربي اسمها. المهم لقيت الكاطو ثاني يبيع حوايج مستورده قال لي نجيبو من الجزائر ويجيبو من تونس ويجيبو من المغرب لانه كيما راكم عارفين قال لي ملي بدات المقاطعه كثروا ولاو يجيبو من الدول العربيه. ففرحت بزاف بزاف مع انه اسعارهم طبعا كي عادوا جايين من برا يكونوا اسعارهم شويه طالعين، مي هكذاك الوحده كي تتشهى ولا تسخف حاجه من حوايج بلادها ولا غير تفرح، يا ريت يجيبونا حوايج واحد اخرين هكا نسخفوا عليهم يجيبونا حوايج ماكله هكا تاعنا، يعني ماشي غير هذا الكاطو والحلويات تكون احسن واحسن. بكم قداش فرحت كي شفتهم. وليت للدار رحنا اول حاجه للسوق، قضيت القهضره اللي كانت خاصتني جبتها، ما كانوش خاصين حوايج بزاف غير كيما نقولوا الطماطم هذوك اللي يخلصوا ثمثم. الطماطم انا عندي تخلص ثمثم والخيار لانه نديروا سلطه بزاف وكيما هاد الحوايج. المهم وبعد رحت للسوبر ماركت زدت جبت شويه حوايج، يعني ما قضيتش قضيه كبيره مي جبت الحوايج اللي كانوا خاصيني. هنا اول حاجه لقينا هذا الفرماج، هذا فرماج جاي هكا بدون وجاي بالماء تاعو، يعني يجي قطع قطع. عباكم بلي الاسعار زادت اضعاف، ماشي ضعف ولا زوج، اضعاف اضعاف. هنا جبت هذا كوبابس الاولاد، اخر مره جبتهم لهم جوري شويه مي عمر ياكلوا ناكلوا غير انا وعمر، ان شاء الله هذه المره باك تاكلوا جوري. جبت هنا ثاني الملح الخاص، وجبت ثاني هذا بابي فين كان خاصني. وهنا معطر لقيت واحد المعطر واحد اخر مي ما بغيتش نبدل، هذا دائما نجيبو وشن هي ما لقيتش هذاك اللي هنا جبت بالريحه الفل، اول مره نجرب هذه الريحه ان شاء الله باك تخرج مليحه لانه الريحه تاعها ماشي باينه، ما تشوفوا ما تقدروش تشموها. ريحتها ريحتها فل، دوك نجرب نمسح بها الدار مع انه الدار نقيت مي دوك نعاود نزيد نمسح باش نعطرها. وجبت منظفات هذو جبتهم منو، جبت لي زيس هنا هذا سائل تاع تاع اليدين نحطو في الدوش. هنا جبت هذا المفارش تاع الطابله لانه المفرش تاعي هاد لاناب ديجا راحت فيها شويه فباه نحافظ عليها. هنا هذو مارشميلو ما شفوش الاولاد. وهذه البنات جبت كاسه عباكم، اخر مره كي جيت للجزائر نسيت ما جبتش الكاسه فلقيت هذه ان شاء الله باك تخرج مليحه، شريت واحده اخرى مي ما لقيتهاش مليحه. خلاص خلاص هذه نورمالمون كيما تاعها، هذه نورمالمون مليحه. وهنا هذا الساشي تاعي تاع السعاده هذه، شوفوا لي نوعت منها من كلش. وهذو جبتهم على جال الاولاد، هذا شامبوان اول مره نجربهم شفتهم يهضروا عليه بزاف قالوا مليح، هذا الماركه قالوا مليحه، هذا شاور جيل جيل دوش، وهذا البلسم يا ربي واش يسميوه يا ربي نسيت شامبو ولا نسيتو ولا غنسيتو. المهم وهذا الكريم بعد ما تغسل شعرها وهذا كنديرو لها، هذو خاصين بشعر الكيرلي. انا بنتي شعرها خفيف مي كي نغسلو لها يولي لها كيرلي، راه شعرها فقط خفيف، شعرته كيما نقولو كي تغسلوها تولي تطلع. هذا الكريم ان شاء الله تخرج معك مليحه. وهنا بعد ما جيت تخلطوا للكوزينه كيما شفتوا بديت نوجد الغداه على جال الوليدات كي يجيو من القرايه، قلت نوجد لهم الغداه ومن بعد نولي نروح نخبي الحوايج، يعني القضيه اللي كنت جبتها هنا قاعده بعد تفكير عميق مع انه تلقاو كل حاجه قدامكم ما تحتاروش ديروا الغداه، قلت خلاص ندير شوربه تاع العدس وندير معها سلطه العدس الاحمر. المهم انا ديك الشوربه نحبها بزاف مام وليداتي حبوها وبما انه الجو شويه بارد تناسبهم. بعد ما كملت حطيتها طيب جيت هنا باش نخبي القضيه تاعي، خبيت البيض وكانت الشوربه تاعي ديجا طابت ميكسيتها، شوفوا
انا ما حبش خلي هكذاك العدس كيما راهو، نحط فيها بطاطا، نحط فيها زروديه، نحط فيها جريوات، نحط فيها بصل، يعني الخضره نحب نديرها بالخضره تجي بزاف بنينه. وشريت معها الخبز، انا ما درتش ما طيبتش خبز في الدار، ما كش عندي الوقت اصلا وكنت عيانه شوي، فشريت خبز شويه كيما تاعنا من برا، يعني تقدروا تاكلوا به الشربات مش كيما الاخر اللي مالفه نجيبوه دائما، هذاك غير تغمسوا به، ما يصلح ليش انا للشوربه، ما نحسوش للشربات. بالنسبه للسلطه انا نستعمل خيار، طماطم، وندير، كانت عندي سلطه خضراء جبت معي سلطه خضراء، وندير البصله نقطعهم، محمود يحب يقطعهم، يعني يقول لي قطعهم لي شوي شوي، ما تقطعيش كبار بزاف، تسمى نولي نقطع، تشوفوا الخيار نقطعو غير بشويه، والطماطم ثاني شويه، نخلطهم هكا في طبسين، زيد عليهم عصره تاع قارص، شويه تاع الملح هكذا، وشويه تاع الخل، وخلاص. دوك تشوفوا انا ديجا راني نقطع، ويكون راح علينا الضو، يروح لنا الضو ساعتين زوج سوايع في النهار، يعني على حساب كل مره كيف يبدلوا لنا التوقيت. بالنسبه اللي سقساوني على الضو، راه يقطعوه البنات من الصيف، بداو يقطعوا لنا كل زوج سوايع في النهار، اللي هو يقول لك ضغط والله ما على باليش، المهم زوج سوايع في الدار، يا مره يكون من الوحده ثلاثه، مره تبدل كان يقطع لنا من الوحده تاع الليل ثلاثه تاع الصباح، كل مره كيفاه، ولا يقطع من ثلاثه العشيه حتى الخمسه. مي دوكا كي عاد راهم في الامتحانات الاولاد هنا، سما بدلوه رجعوا في النهار، يبدا يقطع من 11 تاع الصباح حتى الخمسة تاع العشيه، ماشي يقسموه كل كيما نقولوا كل شارع يقطعوا فيه زوج سوايع، كيما نقولوا حنا من 11 للوحده. شوفوا هذا هو الخبز، هذا عيش الشمس كيما يقولوا له، حمود جاب صغير، كاين هكذا وكاين الكبير. المهم هذا انا نحب ناكله بالعدس لانه جاي يشبه شويه لتاعنا، ماشي كيما الاخر، الاخر غير تاع تغميز برك، هذا تاع شوربه تاع هاد الحوايج، درت سلطه، المهم حطينا الضو ما كانش. وهنا كنا وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، نسيت نقول لكم الفيديوهات القادمة ان شاء الله حتعرفوا واش راح نبدلوا ان شاء الله في الدار، كيما ديت ارائكم، المهم ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله نكون خفيفة ظريفة عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، بسلامة.